زازان يجي يسلك الواحد اللحم بالاربع مرات هكا وبعد ياخذ المواطن الاخر حتى يموت او شيء. ناس الخضره يمسها بيديه، علاش ما يعملش قندوات كايوه الناس؟ علاش كعبه الطماطم ما يهز المواطن ياخذها كان بعد ما ياخذها يمسها 10 عباد؟ علاش قرن الفلفل كان يتمس ب 10 عباد؟ اعملوا قندوات، بلاش قندوات تكلف المعمل، بلاش تكلف حتى بشيء. احنا غادي تمس الواحد كاميرا صوروك تجيك الخطيه للدار، قيس وما بعده، قيس وما بعده. ان شاء الله ياخذوا راهي، وهو الشخص هذا اللي انا ضده والله يمشي ماشي كان في الطريق الصحيح، راه ماشي من جامله فيه، خاطر شفتنا قبل السنوات اللي مضوا وشفت تو كنروح من حلق الواد ناصر هنا مرتاح مدى ساعه قبل كيف يسيبوني في حلق الواد التاسع العاشره مبيت تم في حلق الواد كان الصباح نخرج لوعيت. نعيش البرة ونحب بلادي وما نعطيهاش ونعالك عليها البرة، مش هنا البرة اللي يجب تونس بأي طريقة نجينا ضده. وأنا كان قابي في البرة في الأوروب، كان قابي كي نحب نروح لبلادي هنا نلقى عكس. تو الخير موجود من سزرة من أي طرق من موجود منه، تبقينا هات الاحتكار هم اللي يخلوا البلاد للدرجة هذه طالعة لفوق. القليل وصلت لدرجة كيلو اللحم 50,000، شكون ياخذ؟ ما ياخذ حد. الكسكسي مفقود، الفرينه مفقوده، ولكن راهي عندنا معامل ما شاء الله مسكرينها. يعني جماعه الاحتكار هذول اولاد الحرام، مسامير 10 نسميهم، مصدع هم اللي يسكروا البلاد هذه. اليوم المواطن اللي كان ما يحب يعيش في بلاده كيفاش تحبوا يعمل؟ يا يحرق يموت، يا يخلي الاثر لوالديه لام ووالديه في حيره كلاه الحوت. راهو انا عايش البر عندي 35 عام، كيف نشوف المواطن مسكين يراعي البرتقال ويراعي التفاحه ب 4,000 ويراعي البنان ب 20,000، كيفاش تحبوا مسكين باش يعيش في البلاد؟ اثنين، احنا جماعه الخارج البرة والله رانا ماذا بينا نرجع لبلادنا باش نكونوا ونعملوا استثمار في بلادنا وكذا كذا كذا. كي نرجعوا نلقوا برشا طرق عكسنا. مثال جوازات السفر، نجم يدخل بالتدخلات هذه. جواز السفر اعلنوا عليه في الجريده، في الفيسبوك، في التلفاز، قال لك في نهار في نهارين تدخل الجواز. انا الاول عطلين على خدمتي ضربت 22 يوم نستنى في الجواز نتاعي، وهذه انا عليها السيد الرئيس وزير الداخليه كامله. المواطن التونسي انا الاول يعني عطلوني على خدمتي، قعدت هاني مستنى في الباسبور خذيته كان ولاوس من نهار صبحنا في 18 يوم و20 يوم. الحاله الثانيه كي تجي على حلق الواد يمرمدوك يخلوك انت وصغارك ها وانت ومرتك، يعلم الله مريضه طواليت بعيده علينا تقريبا نص كيلومتر، ويخلوك ظل الدور ظل يشرو فينا كل معيز حشيك كل معيز انا نقولها نزيد نقولها، ويسيبونا كان ماضي ساعه ساعتين يخرج من تونس من حلق الواد بس سيدي بوزيد يتعدى على الاقل 1000 دولار ما يوصل هناك كان اوكوبي معبي مسكين مريض. علاش التطورات في تونس تو خلينها وجالينها، وماذا بينا الحالات هذه ماذا بينا ما عادش تتكرر. الكياسات كياس سوق جديد اللي ما عنده خمس سنين كتخش بالكهرباء ما تطلع من الكياس كان المرصورات يطيبوا كل. راهي كوارث تو موجوده في تونس اقسم بالله العظيم. راهي ثم ناس يحبوا ينجحوا البلاد لكن ولاد الحرام ما باش يخلوهم. اليوم المواطن التونسي كيفاش مسكين باش ياخذ لك كيلو البنان ب 20,000؟ كيفاش ياخذ لك طريف اللحم الكيلو ب 50,000؟ كيفاش يتلها بالصغار ولا بالماكله؟ راهي وقعت الحالات هذه وقعت وصلت يعني المشاكل في الدار في العائله ما بين المراه والراجل والاولاد. الحاله هذه في تونس ثم ناس تو طالبه الطلاق من رجالها والرجال طالبه الطلاق من نساها. علاش؟ ماشي حالات هذه لانه كي يمشي للسوق وما يلقى باش يشري يروح للدار للمراه توقع مشكله. شفتي مشكله تو في تونس شنو هي؟ يخليه مسكين يحرق ياكل الحوت يموت هو صغار وكان ينجح عن وصل يعني الله اعلم شو الثاني يلقى حياته غادي ولا وكان ما وصلش كلها الحوت. نحن هذه ماذا بينا؟ اي مواطن تونسي اي نحاولوا نحكروا الموت ونحكروا التونسي. علاش الدول الاخرى تونا نعيش فيها 35 لولا فاهم فيها عيب نقعد فيها؟ ما نقعدش فيها. انا مقابلك 14 روح لقبنا بكاري كلها الزيت. علاش؟
راني مع هذا كل العالم في كرهبتي موجوده. كرهبة تو نجمش ندخل بها هنا، كي ندخل بها هنا يسبك 1000 عبد. ماذا بين الامن ثاني يكون موجود في الطرق في الاسواق. تو علاش الامن ما يخش هنا ويدور دوريات ويجيو بعينه؟ علاش؟ راي الحال هذه ما راي تخلينا تونس تتباع، تونس راه بايعينها تو. والله شوي 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 ثم ولاد الحلال هنا مشدين على كل حال، ويمين ويسار شادين البلاد. ونام ما ان شاء الله الاسعار هذه ينقصوا فيها وتكون مراقبه في الشارع في المرشيات في الززاره صحيين وكل شيء. الززار يجي يسلك الواحد اللحم بالاربع مرات هكا وبعد ياخذ المواطن الاخر حتى يموت. راهو شيء ينص الخضره يمسها بيديه. علاش ما يعملش قندوات كايوه الناس؟ علاش كعبه الطماطم ما يهز المواطن ياخذها كان بعد ما ياخذها يمس 10 عباد؟ علاش قرن الفلفل كان يتمس ب 10 عباد؟ يعملوا قندوات. قداش قندوات تكلف المعمل؟ قداش تكلف؟ تكلف حتى بشيء. احنا غادي تمس الواحد كاميرا يصوروك تجيك الخطيه للدار. ما اسمع الكلام هذا راهو خلاني نندفع على برشا حاجات ونطلب من تونس ان شاء الله توانسه ان شاء الله ربي يهديهم ويلموا بعضهم ان شاء الله بالغيث النافع وان شاء الله يخلوا الناس اللي تخدم هذا الطيبين. مثال انا ما نقولش قيس سعيد، قيس وما بعده، قيس وما بعده ان شاء الله ياخذوا راهي. وهو الشخص هذا اللي انا ضده والله يمشي ماشي كان في الطريق الصحيح، راهو ماشي مجامله فيه. خاطر شفتنا قبل السنوات اللي مضوا وشفت تو كنروح من حلق الواد نوصل هنا مرتاح مدى ساعه. قبل كيف يسيبوني في حلق الواد 9 ل 10 نبات ثم في حلق الواد كان الصباح نخرج لوعيتي. الطريق معاد بالامن وان شاء الله الامن يكثر، ان شاء الله الامن يشد وضعيه صحيحه. مرحبا بكم في الاذاعه وان شاء الله صوتي يوصل، ان شاء الله صوتي يوصل، ان شاء الله صوتي يوصل. وخاصه نداء 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 لوزير الداخليه ورئيس الديوان تاع الديوان وقيس سعيد، احنا راني جماعه الخير المرضى في حلق الواد وفي المطار. صدقني توصل حلق الواد 8 من البابور يسيبونا ماضي ساعه. احنا اليوم في سيدي بوزيد حابين ناخذوا فكره على سويم، شنو حوالها؟ مازالت غاليه ولا نقصت شوي؟ ولا تنجم تقول نقصت شويه، اما ثم الاتزان ما ثمش. تلقى السلعه كاليتي واحده تلقى عند واحد كما نقولوا ب 2000 الاخر عنده بثلاث. ما ثمش الرقابه للمجهود. ما يجيكمش رقابه لهنا؟ ما ريتش انا ما ريتش كهو. انت الاسوام معناها قادر تشري بها ولا لا؟ حسب الحال، مش ديما قادر. مرات نجم نريقل اموري، مرات نخفف منه شوي منه وشوي. القفه معبيه تبارك الله. الحمد لله. الحمد لله، فيها غله، فيها خضره. اي فيها. مريقله. الحمد لله. الحمد لله، الحاجة باش تفرح اليوم معناها. ها؟ الحاجة باش تفرح معناها بالقاضية. إن شاء الله إن شاء الله ربي يفرحنا الناس الكل. الناس الكل. طيب تقضي كل أسبوع ولا كل نهار ونهار؟ كل أسبوع، ومرات كي ننقص حاجة نجي في وسط الجمعة ناخذ. هذا اللي احنا فيه سوق الأسبوعية. أي هذا السوق الأسبوعي. يلزم الواحد اللي ما يعمل دورة باهية 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 باش يعرف حساب. تعمل دورة تاخذ فكرة على سويم بعد ترجع تاخذ. أي نقمر نقولوا. نقمر هذا عنده. نتاع 15 والاخر تلقاه ب 2500، نولي نرجع لنتاع 15 لانه كاليتي واحده تنجم تقول. القفه شنو فيها ساعه؟ فيها شويه حشاكه طماطم، فلفل، برقدان، سناريه، شويه شروبو. شريت لي حاجتك بيه؟ اللازم في اللازم. لازم في لازم. قداش كلفت لك القفه هذه؟ ها؟ قداش سومها يعني؟ والله هي 20 دينار، ما زلت منها 3000 فرنك. 17000 هكا هو شوي. اي السويم شنو رايك فيهم؟ غاليه ولا في المتناول؟ خضره غاليه اليوم. ديما تقضي من هوني؟ ديما نقضي من هنا انا. والسويم يعني رايحه ولا كل مره تطلع مره تحت؟ انا مره تطلع مره تحت. مره تطلع مره تحت. شو الحاجات اللي تراهم غاليين ما تنجمش تشريها؟ والله اش تنقول لك؟ الحاجات كلها لازمه وكل واحد مقدور، ما يشريش كيلو يشري رطل. شنو اللي مش لازم؟ مش لازم فلفل، مش لازم طماطم، مش لازم بطاطا، مش لازم شروبو. شنو اللي مش لازم؟ مش لازم علينا بنان، مش لازم علينا تفاح، مش لازم علينا حاجات ما نجمش نشرو. والبقيه انا نلقط شوي شوي. تشري حاجات اخرين كيما نقولوا دجاج لحم؟ اكيد شوي من المزرعه، اكيد اكيد شوي. نشري حسب المقدره.